ذاخر فصل والثاني مراحل بعيده، ذاخر فصل والثاني مراحل بعيده، عاد عزمي قوي بيقرب الماح البعيد، يقرب الماح. مرحبا، اقول قد جاني بصبغه جديده من عمر بن نصر اللي هو لابس الثوب. يا عمر شو القصيدة تاليتها؟ نعم، شو المسافة تجيب الرجل؟ مو هو بالقصيدة. ليش أنا قوة وجد بطلب من المولى نزيده؟ من معه قوة وجد بيخليه ازاي؟ نعم نعم. ظهرت في قناة السعيدة، شفت صورتك ظهرت في قناة. ايش قصدك وايش المشكله يا ابو سعيد؟ ما بدا يوم شفتك جبت جمله مفيده للمعلم معه فايده، ولا انت مستفيد؟ ولا انت مستفيد؟ قال ابو هيثم هوينا والهواء رحله بعيده، من تولع ما تراجع قرب الماحل بعيد، من عشق مخلوق لجله في الهواء عزز رصيده، وحظي العاثر عطاني شيك ما له شيء على الحديده، تركوني يوم قدني على الحديده، والعرب قالوا اصبر ما للحديد الا ما للحديد الا حديد يسهل الفتح على ذوه بايده قليده، والتعب والمشكله عذاك ذي ما معه قليد، كم بنا ظلم من حلان وادي عبيده، كان رب السماء ما هو بظلام العبيد، كل واحد طمع ويريد ذي هو يريده بالقسم قسمة خواه، والله يفعل ما يريد، ذي يحبك بيسحب لك دم له من وريده، ذي يحبك ذي محبتها لك تجري مع دم له، مع دم الوريد. لا تكلمت بتكلم بكلمة سديدة ليتناسب صحاب العرف والراي السديد، لجلكم باطلع كل ما معي في الوجيدة، من لقى جود في صاحبه بيقولون جيد، قل لبو صالح المطلوب حاجة وحيدة، لا تخلون بو طارق، لا تروحون وتخلون بو طارق. والزمن الأول لا يا رايت ربي بيعيده، والعرب مشتامنا شوف عندهم جمعة، عاكذا خايف الاجيال تطلع بليده، عاكذا خايف الاجيال تطلع.